والأذن. يكتفي بإجراء صورة بسيطة، وناس ما بيحتاجوا صورة بسيطة نهائيا، يقول لك ما بتقدم ولا تأخر، ما بتفرجيني البراشيم الدماغي. ودائما حكينا انه دائما في الناس سربرايز بالطب، اولويز عندنا مفاجآت بالطب. احيانا يجونا مرضى بعد 3 اشهر عنده صداع مزمن، نتعرض لرضة بسيطة نتطور عنده نزيف تحت الجافية. إذا الكسر دائما كمصطلح شعاعي هو تفرق اتصال، تشوفون دائما بالتقارير الشعاعية يكتب علامات افتراق عظمي، علامات تفرق بالاتصال بين صفيحتي عظم أو طرفي عظم. تفرق أو افتراق عظمي احنا نسميه، أو تفرق اتصال. تنتج كسور الجوج معادلة إصابة أو ضرب الرأس بجسم صلب أو ثابت، أو طعن بآلة حادة، أو تلقى طلق ناري. لأن الكسور المرضية نتيجة أورام أو كيسات بالفروة أو بالجمجمة، يسمى كمان يسمى الكسر المرضي. يكون في كيسة بالعظم، فهي رضة بسيطة أو بدون رضة يصير عندنا كسر بالجلوة. بالتالي تعتمد النتائج على نوع الأداء ومقدار القوة ومساحة السطح. وكما نعلم أن هناك عدة كسور، الكسر الخطي والكسر المنخسف. يمكن تقسيم كسور الجمجمة إلى كسر مغلق بسيط عند عدم وجود أي اتصال بين الوسط الداخلي والخارجي. إذا دائما إذا ما في فتح ما في ضياع مادي، هنسميه كسر مغلق ما في اتصال. إنه بصير كسر بس ما بيصير أذية بالأسد الرخوة فوق الكسر. وفي عندنا الكسر بس المفتوح دكتور إذا دائما في تشوفوه. مجال تشاركنا في الشاشة؟ أنا مشارك الشاشة، مشاركة ومشاركة. لا مو مشاركة، ما هي طالعة. الحال مش الحال ايه شباب، الحال ايه تمام. تمام شباب. إذا بشكل عام الطبق مثل ما حكينا من قبل هو الخيار الأول، الإجراء الأساسي لتقييم ربط الرأس طبعا بدون حقن. أولا الكسر الخطي هو عبارة عن تفرق اتصال العظم يشمل كامل ضخامة العظم. تصنف الكسور الخطية حسب مكان حدوثها في الجمجمة. إذا حصلت في قبة الجمجمة هاير لاين، بازيليار لاين أو القاعدية، استاتيك إذا حصلت على طول أي درز من دروز الجمجمة، قنية وقاعدية، فالكسور الجمجمة هاير لاين خطية وقاعدية والستاتيك إذا حصلت على أي درز. هاي صراحة أصعب تمييز الكسور، إذا حصلت على الدرز. الدرز يصير بالأصل الدرز يبين، إذا ما في تعظم واضح يبين على كان مكان الافتراق. الحين يصير الكسر على الدرز. الكسر المنفصل الكسور التي يربط فيها الكسر على مستوى الجمجمة
أي عندما تتجاوز الصفيحة الخارجية مستوى الصفيحة الداخلية. إذن بريست فراكشر كسر المنخصف تعريفه شو هو؟ عندما تتجاوز الصفيحة الخارجية مستوى الصفيحة الداخلية. دائما عظم الجمجمة في عندنا صفيحة خارجية قشر عظمي وصفيحة داخلية قشر عظمي وبيناتهم قناة قوية. تعرفون العظام المسطحة هي مصنع كريات الدم الحمراء وعناصر الدم بشكل أساسي. كسر بقطعة واحدة وتصنف إلى كسر بقطعة واحدة أو كسر متعدد ويدعى بالكسر المتفتت. كسر منخسر، كسر خاطئ، كسر منخسر جنبه في الكسور الخطية أكثر وضعية، وضعية جانبية خاصة بقبة الدماغ الشوكة كسور خطية، ولازم تفرقها عن الدروز اللي بالعادة تكون متناظرة. أما الكسور الستاتيك الدياستيتيك أو فهي يصعب تمييزها إذا كانت على مستوى الدروز. في كسر اليمين كسر منخسف واضح متعدد أكثر من قطعة، بينما في الصورة اللي على اليسار كسر منخسف واحد قطعة واحدة. صار طبعا صار شوية بسيطة كثير، استخدامها قليل بالرضوض خاص، هو بتعمل طبقي بين معك الكسر بين معك النزف يجي معك السحايا، يعني طبق المحركي بين معنا كسر منخسف الانزلاق الصفيحة الخارجية على الصفيحة الداخلية تدخل لجوه. شايفين هنا نزف فوق الجافية وتحت الجافية بنفس الوقت، اللي على اليمين هو نزف فوق الجافية حسب محدبة الوجهين، اللي على اليسار تحت الجافية تقريبا منظر هلالي وقديم لأنه كذا توقن. نزوف الرأس، تحدث نزوف الرأس نتيجة الرضوض أو التدخل الجراحي وتمزق الدم. تقسم الإصابات المؤثرة بشكل عام إلى فروة الرأس، نزوف خارج جافية، كسور جمجمة، نزوف داخل الجافية والكدمات الدماغية. أما النزوف فتقسم إلى نزف داخل محوري ونزف خارج محوري، نزف داخل بطينات ونزف تحت العنكبوتي. نزف داخل محوري ونزف خارج محوري، نزف داخل البطينات ونزف تحت العنكبوتي، هذا المنفصل كل واحد، ورم فوق الجافية ورم تحت الجافية. فتحت الجافية ممكن يكون حاد أو مزمن بشكل عام، أو النزوف فوق الجافية فهي حادة حكما لأنه ما بتمهل المريض إلا إذا كان كثير صغيرة بعد بين بشكل حاد. إذا ميزنا الفرق بين النزف فوق الجافية وتحت الجافية، أكثر شيء ممكن لازم نحفظ بصم فوق الجافية بين الصفيحة الداخلية العظم والطبقة الخارجية الجافية، فهو نزف خارج المحور، يعني هو ما في أذية يعني البرانشيم الدماغي وخارج البرانشيم الدماغي يصير بين الصفيحة الداخلية للعظم والطبقة الخارجية الجافية، فهو بين العظم وبين الطبقة الخارجية الجافية للسحايا. الإصابة المعتادة بشكل عام النزف تحت الجافية، نزف بين الأمة الجافية وشائع الأمة العنكبوت. إذا النزف تحت الجافية هو النزف في طبقات السحايا،
ما فوق الجافية وخارج السحايا أبداً، النزف فوق الجافية بشكل عام شرياني، النزف تحت الجافية بشكل عام وريدي، يكون سبب فوق الجافية وريدي من الجوع المستعرضة والسينية بشكل مطلق، قد يكون مصدر نزف عظمي من الأوعية العظمية المنكسرة في العظمة أو الصفيات الداخلية أو الخارجية، يجمع الدم خارج السحايا تحت العظم أو داخل العظم. الأعراض بفوق الجافية تكون سريعة من فترة أولى فترة صحو، يجمعنا فرط توتر داخل القاحف ثم فقدان وعي. فوق الجافية المعايير أخذتها بالجراحة، إذا عمل ضغط البرانشي الدماغي، إذا عمل زياح لمركبات الخط الناصف، إذا تجاوزت سماكة النزف سماكة القشة العظمي مرة أو مرتين وبيكون جراحي، إذا كانت النزف بشكل عام أقل من سماكة وظل ثابت سماكة الصفيحة العظمية للججمة، هذا يعتبر درجة خفيفة بالعادة ما بيكون تداخل جراحي. يكون الموضوع أصدبط عن الجراحة في تقنية الجراحة العصبية، بس بشكل عام المعيار للنزف فوق الجافية الصفيحة العظمية. إذن عمق النزف هو سماكته مع سماكة العظم، سماكة العظم يعتبر مؤشر خطر، أو إذا ازداد ممكن يكون أسباب العمل الجراحي. أما إذا كان أقل من سماكة الصفيحة العظمية المجاورة فيعتبر نزف صغير لا يتطلب بالعادة داخل جراحي. الأعراض قد يعمل فقدان وعي، النزف تحت الجافية، يعمل صداع وتشويش وتغطية تدريجية. السريع احنا في عندي محاضرة لسه خلص لا أكثر من الساعة أكثر من الساعة في مرات النزف تحت الجافية يكون مزمن خاصة عند كبار السن، أحيانا يجينا صداع مزمن من الأسباب النادرة نشوف هي نزف تحت الجافية، تكون مريضة تعرض لرضة خفيفة مع أثر الرضيع، ولكن بعد فترة صار يعاني من صداع فنكتشف أنه عنده صداع تحت الجافية مزمن. زمان هو يكون نقص الصدوية، نزف البداية يكون بسبب الهيموغلوبين يكون عالي، أنا أقول عفوا عالي الكثافة وليس الصدوية، فيكون عالي الكثافة نزف المزمن أو تحت الحاد يتبلش يتميع الدم، ولذلك يعطينا منظر ناقص الكثافة الشعاعية. نزف تحت الجافية يكون بمستوى شكل هلالي، نزف فوق الجافية يكون على شكل عدسة محدبة الوجهين، نزف تحت الجافية يتجاوز الدروز الدماغية بينما فوق الجافية لا يتجاوز الدروز الدماغية. فتحت الجافية يمتد من مستوى الجبهة إلى مستوى الجافية مستوى جبهة أو قفوية أو جدار أو خدار. هنا مخطط الترسيم كيف نزف فوق الجافية أصل بجوران لما جون معنا السلفاني لما جون بالمنطلقات السحاية بالمنطلقات السحاية لكن هاي لازم مثل إذن شو هذا النزف فوق الجافية وشو هذا النزف فوق الجافية. نعم عدم تجانس النزف فوق الجافية هذا السؤال
هذا الاتجاه هو دلالة على استمرار المزيد من التصوير. نشوف منطقة ناقصة الكثافة. هي كمية من الدم المتجمع حديثا تتجاوز دقائق. نشوف هاي دلالة على استمرار النزف أثناء التصوير. النزف تحت عنكبوتي في المسافات تحت عنكبوتية بتشوف ياخذ حول جذع الدماغ أو الدماغ من هذا المنطقة اسمها الدماغ المتوسط. هذا بالنص مثل القلب الحب، هذا عبارة عن الدماغ المتوسط. في عندنا حول المخيخ ياخذ منظر الصهاريج، تشوفين هنا الصهاريج امام الدماغ المتوسط امام جذع الدماغ. هذا نزف تحت العنكبوت المسافه العنكبوتيه، شايفين هو نزف مستقطن، نزف ضمن البطينات ونزف ضمن الماده الدمويه. الآن نأتي إلى الاحتشاءات الدماغية. إذن دائما نتذكر القاعدة يبيض يسود. بشكل عام إذا كان الآفة عالية الكثافة فهي نزف، إذا كانت ناقصة الكثافة فهي إيش؟ احتشاء. ولكن مثل ما حكينا النزف القديم مثل النزف تحت الجرف القديم مع الزمن شو بيتطور يشكل لونه يصير أسود فناقص الكثافة الشعاعية. بعض الاحتشاءات بعد ما نطبق المنيهات عند المريض خيش يصير عندنا نزف من أصعب التحديات مثل الغدد العصبية هو الاحتشاء النازف. من يسعى من يوصل إلى قاتل العلاج، من يسعى من يوصل إلى العلاج، كان احتشاء وعطى المميعات وصار بدل نزف. احتار شو سامع المريض صراحة. نأتي الخريطة الوعائية للدماغ، وهي عبارة عن تقسيم الدماغ إلى قطاعات. دائما نشوفون بالتقارير الشعاعية أنه مثلا آفة ناقصة الكثافة الشعاعية بالمستوى الجداري، وكثير مرات نكتب انه مثلا قطاع شريان مخي متوسط. صراحة بالتقارير ما كثير ندقق عليها، بس انكم الطلاب لازم تعرفونها، لانه نكتب بس شريان مخي متوسط امامي او مخيخي او خلفي ما كثير ندقق. ولكن هنا نشوف الخريطة معي في التصوير الطبق عند رؤية منطقة ناقصة الكثافة نتوجه الى مكان الصبح عبر معركة الشريان مرة ولا هواية الشرايين الشريان المخيخي الخلفي. يعني posterior internal cerebellar artery CI BI CR شريان المخيخ العلوي cerebellar artery فروع من الشريان القاعدي والفقري والقاعد العموم. الشريان الفقري الأيمن والأيسر بيتصل مع بعض شكلنا الشريان البزيري والشريان القاعدي. الشريان المشيمي الأمامي anterior choroid anterior artery شريان المخ الأمامي anterior cerebellar artery شريان المخ المتوسط median artery شريان المخ الخلفي المخ الخلفي posterior. نلاحظ في الصورة اليمين الصفحة التالية توزع قطاعات حسب التلوية الشريانية في الصورة إلى اليسار. نشاهد الشرايين المغذية للنواة القاعدية والمهاد والمحفظة الداخلية. شايفين الأوعية المغذية للنوايات القاعدية. شايفين خط الترسيم للشرايين.
عين الشريان المخ الأمامي اللون الأحمر. مخيخ في هذه الشريان المخيخي الخلفي السفلي. المخيخي العلوي يغذي القسم المركزي. الشريان المخيخي الخلفي السفلي BICR يغذينا معظم المخيخ ومحيط المخيخ، بينما المخيخ العلوي يغذي القسم المركزي. العلوي بينما المخيخ الأمامي يغذينا القسم المحيطي عند الزاوية الجسرية المخيخية. اللون الأخضر شايفين يسمونه الجسر أو جذع الدماغ، أو في ناس يسميه هذا المتوسط. الشريان المخ الخلفي BCR شايفين أمام الزاوية الجسرية المخيخية اللون الأخضر. الشريان المخي الخلفي BCR يغذينا البرانشيم الدماغي أمام الزاوية الجسرية المخيخية، يغذينا الفص القفوي القسم المركزي من الفص القفوي، بينما القطاع الأوسع اللي يغذيه هو الشريان الميدل سيلار سيربرال أرتري شريان المخ الأوسط MCR شايفين لون أصفر يغذينا معظم الفص الجدائي، قسم المحيط من الفص الجبهي وقسم المحيط من الفص القفوي. هذا هو أوسع منطقة اللي تقسم من الفص الصدري. إذا الشريان المخي الأوسط هو الشريان الرئيسي أكثر أغلبية احتشار الصناعي. ما هي آلية الاحتشار؟ عند السداد أحد الشرايين الدماغية يحدث احتشاء في منطقة توزع هذه الشرايين، تكون بقية المنطقة تصطدم بقية الشرايين السليمة نسبيا. أما عند انخفاض ضغط الدم في شريانين متجاورين تتأثر المناطق الحدية الحدودية، يعني هذين الشريانين بشكل رئيسي، ويطلق على هذا الاحتشاء الشريانات الحدية أو البينية. شاهد الاحتشاءات الحدية في حالات هبوط الضغط الدموي التالي للعمليات الجراحية، ينقص الصبيب الدموي الشرايين الدماغية وتحدث لدى بعض المرضى نشبات حدية بينية عابرة نسميها نحن عابرة نتيجة إن مثل مرضى قصور القلب مرضى انخفاض الضغط بشكل، يعني حتى مثل مرضى سرطان نشاط جرات الدرق يصير التسرع بالقلب، ذلك ما يصير امتلاء جيد للقلب فيقل الدفق الدموي ويقل الصبيب الدموي، وذلك يحدث انخفاض الضغط وحتى تحدث الدوخة أو صدمة عند المريض. يحدث عادة بعد فترة من الاحتشاء أن المناطق المجاورة تقوم بتربية المنطقة وتعيد إليها التروية، فنلاحظ حصول تروية المنطقة بشكل أكبر وهو يطلق عليه Extracellular Perfusion إعادة التروية. إعادة التروية يصير ما يسمى البيرفيوجين اكسري بيرفيوجين، إعادة التروية بعد عودة الصبيب الدموي وارتفاع الضغط الدموي إلى مستوى الأساسي. من المهم كشف السبب الكامل وراء الاحتشاء، لذلك يتم الاعتماد على طيف واسع من الاستقصاءات بي تي سكان ودبل الشرايين والمالتي سلايز سي تي سكان. شاء
شايفين في الرنين في منطقة ناقص في الكثافة على صورة الرنين. المطاطة المستنية في احتشام مماس للقرن الجبهي للبطين الجانب الأيسر في منطقة ناقصة الكثافة. إيش هي المنطقة؟ منطقة الاحتشام. ملاحظة كثير مهمة، أول 8 ساعات لا يظهر معنا الاحتشام على الطبق المحيطي، وفي مراجع تكون 12 ساعة. أول 8 ساعات يا جماعة الاحتشام لا يظهر في الطبق المحوري، وذلك دائما أي حادث وعائي دماغي، مريض عنده دوخة، عنده حبسة كلامية، عنده خزل شقي، نقص في حركية اليد القدم، فنسميه حادث وعائي دماغي سيربيلر فاسكولار. ايش الحل؟ نعمل طبقي. طبعا طبقه وش بده يمكن نزجاي من هدف الطبقي باول مرحله ان انت بدك تعطي مميات برا عند الاشعه الداخليه والاغذاء الفاسكولار، نعمل فرن قسطره ونعمل سلكتف الشريان المسدود وبحقنه حالات الخثره قبل ما تحدث الاذيه دماغية أو تكون أدية بسيطة. هذا هون للأسف الشديد هلا عملنا من طبقي، بس نشوف في نزف ولا ما في نزف. إذا ما في نزف نضمن بالمية على المريض. إذا في نزف هون يكون بس نفس تعطي المياه في الشباب قبل الإسعاف وجاك ما يتحب بعدها نفس تعطي المياه نفس إلا تعمل طبقة. دير بالك تعطي مميعات. هنا فقمت النزف، سويت النزف، روحت المريض 60 دقيقة. شايفين الصورة الثالثة، صورة رنين على اليمين وصورة رنين على اليسار. لاحظين كيف باليسار ما كان مبين الاحتشام، عفوا باليمين ما كان مبين الطبقي، كيف ما يبين معانا بالرنين منطقة عالية الإشارة. شايفين يا جماعة الطبق المبين بالرنين وذاك الرنين المرحلة الحادة أكثر نوعية في كشف الإشارات. المهم نعمل هلا بشوف روتيني أي مريض احتشاء نعمل له لحد الآن. شو نعمل له؟ دوبلر شرايين سباتية. الشرايين السباتية يا جماعة الخير عندنا اثنين، عام يعطينا ظاهر يعطي فروع والباطن يعطي غلب. الباطن يجي خلفي أكثر أو داخلي، مساحته أوسع، مخطط النبض في الشريان. الباطن يكون مخطط وريدي منخفض المقاومة، تعرفون الأعضاء النبيلة مثل الدماغ والكلى تعطي مخطط منخفض المقاومة، أي أن الدم مستمر بالجرايين حتى أثناء فترة الانبساط، بينما الشرايين المحيطية الأعضاء غير النبيلة فيعطينا مخطط ثلاثة طور، لاقين أنه في انقطاع بالجريان أثناء فترة الانقباض الانبساط عفوا. شايفين هنا في عندنا كيف في دوبلر في تضييق والشريان السباتي والسداد بالشريان السباتي. كثير مهم لما نشخص انسداد سباتي اللي ترى في لمعة ولا ما في لمعة. إذا انسداد كامل المريض محاولة الجراحة الوعائية التي يقصونه، ما إذا في 10% من الشريان مفتوح يدخلون سلك جماعة القسطرة القلبية يكون شبكة ومسعين من الشريان. كثير مهم اللي يحدد منطقة التضييق قبل الانسداد التام. عندنا الضمور الدماغي الشيخي كثير مهم. الضمور الدماغي الشيخي
الهيبوتروفي البرين الهيبوتروفي، نشوف حصار المادة الدماغية، نشوف اتساع المسافة تحت الكبدية، اتساع بشقي السيلفيوس. طبعا مثل ما نعرف الطاقة لا تفنى أو تستحدث من العدم. إذا صار في ضمور انحصار بالمادة الدماغية بده إيش يعوضوا إيش؟ توسع بالبطينات، توسع بالاتساع بالمسافة تحت الكبدية، شايفين الضمور بنعمرهم لكسف الخلق سبحان الله. الشيخ كبير بطينات متوسعة، محاضرة كثير خفيفة كثير لطيفة وسهلة الهضم سهلة الفهم. تقرونها أظن لك بعض الملاحظات ملخص عن البرايمر في جزئية في أكثر ممكن أعطيكم. طلبنا السنة الماضية لزملائكم في قطاع تقدمونه من زملائكم من ترجمين من البرايمر، نضيفوا للحادثة الوعي الدماغي الإحتشاد أو النزوف ودور الأشعة في تشخيصها، نفصل فيه أكثر طالبكم فيه. نعطيكم كل الكم بس مشان نحصل الكم معلومة اللي حكيناهم، أنه بالسنة السادسة بالفعل تفاجأت بعض الإجابات كانت صادمة، وذلك هاي السنة شفتوا كثير من زملائكم رسبوا، لأنه مو معقولة نسأل سؤال بديهي ذاكرينه 100,000 مرة بالمحاضرة وما حدا فهمان ولا عارف شو السالفة. راس الشباب الله يعطيكم العافية، حدا عنده أي سؤال؟ شباب حدا عنده أي سؤال؟ لا دكتور الله يعطيك العافية يا رب. الله يعطيك العافية، إن شاء الله مستمرين، والعمل اللي راح يكون بالفصل الثاني عمل السنة الخامسة راح يكون فصل واحد الله تعالى. الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك يا رب.